ألو، مين معي؟ معك عمة لخطيبتك مايا، دوشيان سينك تشوبي، أخوه الكبير لأبوها لمايا. أهلين، أهلين أستاذ. أنت ما بتفهم؟ كيف بتتصرف هيك تصرف ها؟ ليش كان عم يحكي معي بلقامي؟ كأنه معصب. أكيد مايا خبرته أنه قررنا نترك بعض لهيك معصب. بس ليش عم يدق لي؟ لازم أنه كمان؟ ليش أنت عم تدق لي؟ روح وأحكي مع مايا. شو بدك تفش خلقك فيني؟ شو أعمل؟ أنا محتار. لازم رد وإلا رح يضلوا عم يدق. هالو، طالما مو موافق على مايا لكان ليش لحتى تدخل على حياتها؟ أنت عن شو عم تحكي؟ استنى شوي، طول لي بالك. بس حاجة تمثيل، مايا حكت لي كل شي صار وكانت عم تبكي. لحظة بس، يا ريت إنك تطول بالك بالأول وتروق ورح أشرح لك كل شي بالتفصيل. شو اللي بدك تشرحه؟ ها؟ جاوبني. ليك، شوفت عينك، نحنا مو من جيلكن وبتعرف تفكير الجيل الجديد. جيلنا ما رح يتزوج بس كرمال أنه يجيب أولاد ويعمل عائلة كبيرة ليستمر وجود هاي العائلة. هذا الجيل مفهومه للزواج مختلف عن زمان. نحن الحب عنا بالأولوية، وأنا ما بحبها لمايا بالمرة. لهالسبب أنا تركتها، ومتأكد أنه حكيت لك كل شي صار بالتفصيل. أنت ما بتعرف شي، أخوك الصغير طول الوقت هو عم بيضايق عائلتي ويفرض حاله علينا. جاي أنت تبهدلني؟ لا، أنا ولا بنت أخوك رح نكون مبسوطين إذا تزوجنا، لهيك نحن تركنا. لكان ليش وعدت أنك رح تتزوجها؟ أنت من الأول حبيتها ووعدت أنك رح تتزوجها، وهلأ بكل بساطة حضرتك تركتها؟ اسمع رامبير كولي، يمكن جيلكم ما عنده مشكلة بهي الشغلات، بس جيلنا بيقول عنا خيانة، فهمت؟ إيه استاذ تشوبي، لحظة شوي، أنت لا تتأثر كتير. كمان طول بالك، ليش هلأ عم تحكي كل هذا الحكي معي أنا؟ لازم تحكيها لمايا وتطلب منها تنسى. أكيد رح تلاقي شاب أحسن مني. وبعدين الموضوع أسخف بكتير من أنه الواحد يقتل حاله يعني. لك اسكت. إيه لا، بدك تسمعني وما رح أسكت. أنا ما حبيتها لمايا أبداً، وأنت سمعت القصة من وجهة نظرها هي. هلأ أسمع القصة تبعي، لأنه الحكي اللي أنا قلته لمايا كان لوحدة تانية. صار سوء تفاهم، لأنه أبوها يلي بيكون هو أخوك فكر أني عم وجه هذا الحديث لبنته مايا، ومن وقتها وهو عم يخرب لي حياتي. كل القصة صارت سوء تفاهم. أي سوء تفاهم هاد؟ إيه مبينة كان سوء تفاهم. الحكي اللي قلته كان لوحدة تانية، أخوك الصغير فكر أني عم أحكي هذا الحكي مع بنته مايا. وأنا أكيد وضحت سوء التفاهم يلي صار وقتها. قلت له أني ما بحبها وما بدي أتزوجها، مستحيل فكر أرتبط فيها. بس أخوك الصغير ما أنه ناوي يسمعني بالمرة. صار يهدد عائلتي بالإسلاح كرمال بس أتزوج من بنته مايا. أنا ماني مستعد دمر حياتي بسبب سوء تفاهم صار من طرفكم أنتو. أنا ما بدي أتزوجها. وقلت له هالشي، كل شي انتهى بقى، خلصنا عمي، انتهى. لسه ما في شي انتهى رامبير كولي، نحن هلأ بلشنا ورح نتواجه. أنت شو قلت لها لمايا؟ كل شي انتهى؟ اسمع رامبير،